مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، سنخصصها لمتابعة مشاورات الكويت ومصيرها مع استمرار الوفد الحكومي بتعليق المشاركة. إذن مشاهدينا، فيما يتعلق بمحادثات السلام في الكويت لم يحدث أي تقدم على مسارها، كل ما في الأمر أنها تتعقد كل يوم أكثر. الإنجاز الوحيد حتى الآن هو تقديم الوفدين لرؤيتهما حول الحل المفترض للأزمة وآلية التنفيذ للاتفاقات، وعلى الرغم من كون ذلك لا يمثل إنجازا حقيقيا إلا أنه بات خارج السياق الآن في مع توقف المشاورات بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته فيها. الوفد الحكومي يبدو مصرا هذه المرة على موقفه الرافض للعودة إلى طاولة المفاوضات قبل استجابة الميليشيا لجهود المجتمع الدولي والتحاقها الجدي في المفاوضات وتوقفها عن ممارستها على الأرض، والتي كان آخرها الاستيلاء على معسكر العمالقة. بنفس الوقت الذي يتحدث فيه المتفاوضون في الكويت عن آلية انسحاب الميليشيا من المدن والمعسكرات وتسليمها السلاح الذي نهبته، لا يبدو أن لدى المبعوث الأممي هذه المرة ما يقدمه لإعادة الوفد الحكومي إلى طاولة المفاوضات مع استمرار تعنت الميليشيا، ولكنه يعول على جهود الدولة المستضيفة الكويت التي عادت لإجراء اتصالات مع الوفدين بغرض تقريب الوجهات بحسب مصادر في الكويت، وكل ذلك يظل بلا أفق حتى الآن. مستجدات المشاورات في الكويت ومصيرها مع استمرار تعليق الوفد الحكومي مشاركته سيكون محور نقاشنا لهذا المساء، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. عادت مشاورات الكويت إلى نقطة الصف، ولم تكن قد تجاوزتها من قبل أصلا إلا في مخيلة المبعوث الأممي الذي ظهر متحدثا عن أن تعليق الحكومة لمشاركتها في المشاورات عرقل ما كان قد أنجزه حتى الآن. خطوة الحكومة جاءت عقب استمرار خروقات الميليشيا ورفضها الشروع في المحادثات بجدية بعد 10 أيام من انطلاقها في الكويت، ووفق الأجندة المتفق عليها مسبقا، لتأتي خطوة استيلاء الميليشيا على معسكر العمالقة بعمران لتضيف مبررا آخر للحكومة لتعليق مشاركتها. لا يبدو أن موقف الحكومة هذا يرتبط بشكل مباشر بالسيطرة على المعسكر، والذي من المؤكد أنه كان واقعا تحت السيطرة الفعلية لميليشيا الحوثي من قبل، إلا أن توقيت الاستيلاء عليه كان يحمل دلالات لها صلة مباشرة بمباحثات الكويت والحديث عن تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمعسكرات. وجاءت هذه الخطوة من قبل الميليشيا لتثبت أنها ليست في وارد البحث عن السلام كما يفترض، وهو ما يؤكده حديث عبد السلام رئيس وفد الميليشيا في الكويت. يعني أن نسلم وننسحب ونذهب ننتظر السلطة الذي تقولون للتوافق، هذا أمر غير وارد لدينا على الإطلاق مهما كانت التحديات. الكويت بدأت تحركاتها للبحث عن مخرج يمنع انهيار المشاورات عقب قرار الحكومة، وتحدثت مصادر كويتية عن تدخل جديد لأمير الكويت لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، فيما كان عضو الفريق الحكومي عبدالله العليمي يؤكد رفض وفده العودة إلى طاولة المشاورات قبل البدء بإجراءات الثقة. وقال العليمي في صفحة على تويتر أنه لا مشاورات مع الطرف الآخر ولن تتم في ظل الاستهتار بأرواح وممتلكات الشعب، ولن يسمح لهذا الاستهتار بأن يستظل بمظلة المشاورات كما قال. إذن مشاهدينا، لمناقشة موضوع هذه الحلقة سينضم إلينا الآن من الكويت عضو الفريق الحكومي السيد عبد العزيز جباري. مساء الخير سيد عبد العزيز. مساء النور. سيد عبد العزيز، في البداية ما تحدثنا عن أسباب تعليق مشاركتكم في المشاورات، هل يمكن القول إنها جاءت فقط ردا على استيلاء الميليشيا على معسكر العمالقة؟ نعم، هذا ما حدث، وأيضا الخروجات في تعز وفي البيضاء وقتل المدنيين وتفجير بيوت المواطنين الآمنين في تعز. نعم، كل هذه العوامل يعني أدت إلى أننا نطلب يعني أن يكون المسار صحيح، مسار المشاورات. نعم، لابد عندما يعني نريد أن تكون المشاورات ناجحة لابد أولا أن يكون وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار من كل الجانبين، ومن في يعني ليس إطلاق النار من الجو فقط. نعم، بل أيضا في البر يعني، والاعتداء على المواطنين يعتبر خروج وقف خرق وقف إطلاق النار. لكن سيد عبد العزيز، يعني مراقبون او البعض يرى ان يعني هذا الموقف كان متاخر، يعني التهدئه خرقت من الايام الاولى او من قبل المفاوضات. صحيح، لكن اخرها الاستيلاء على معسكر العمالقه، هذه
الفعل يعني كان لابد الفريق الحكومي أن يكون له موقف. نعم. لا يمكن أن نخدع أنفسنا ونخدع أبناء الشعب اليمني بأننا يعني نسير في الاتجاه الصحيح. عندما نتقدم برؤى بالانسحاب وتسليم السلاح للحكومة وفي نفس الوقت يمارسوا الاستيلاء على السلاح، هذا الكلام غير معقول مقبول أيضا. يعني مش من المعقول أنه في الوقت الذي يعني نعمل على تسليم الأسلحة من هذه الميليشيات تقوم هذه الميليشيات بالاستيلاء على المعسكر ومعداته وتسليحه. نعم. فكان لابد أن يكون لنا موقف من أي العودة إلى الاتجاه الصحيح، خروج هذه الميليشيات من معسكر العمالقة، عدم الاستيلاء على السلاح، التعهد بعدم تفجير بيوت المواطنين في تعز، وقف الهجوم على مدينة تعز وقتل المدنيين. هذه أمور لابد ما يكون لها يعني نوضع لها حد. فيما يتعلق بالمبعوث الأممي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام، كيف تعامل مع قراركم؟ المبعوث الدولي متفهم لموقفنا، لأنه لواء العمالقة هو لواء يعني لا قاتل الحوثيين ولا قاتل معاهم، يعني تستطيع تقول أنه يعني لواء محايد يعني وقف في هذه الحرب، يعني كان موقفه موقف سلبي من وجهة نظرنا، لكن هو أيضا لم يقاتل وظل يعني محتفظ بمهنيته إلى حد ما، ومعول عليه في أي تسوية قادمة وفي أي اتفاق بأن هذا اللواء سيقوم بمهامه في الفترة القادمة سواء في العاصمة صنعاء أو في بعض المحافظات. يعني معول على هذا اللواء أن يكون دوره إيجابي في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لكن عند المشاورة يتم الاستيلاء على هذه الأسلحة ويتم الاستيلاء على المعسكر، أنا أعتقد أن هذا يدل دلالة قاطعة على أن الطرف الآخر ليس لديه الرغبة الكاملة بالوصول إلى حل المشكلة اليمنية. غير معقول أن ما يحدث، يعني حتى ما تبقى من معسكرات الدولة يريدوا أن ينهوا، بحيث أنهم يظلوا كما يدعون عندما تطالبهم بالانسحاب يقولوا لمن ننسحب، وعندما تطالبهم بتسليم الأسلحة يقولوا لمن نسلم السلاح، وفي نفس الوقت الجهة التي من ممكن أن تكون يعني أن تستلم هذه الأسلحة يقوموا بالاستيلاء عليها. هذا يعني الكلام كان لابد ما يكون لنا موقف صراحة. نعم، ولكن أنا كنت قد سألتك حول المجتمع الدولي والمبعوث الأممي، ما موقفهم من قراركم الذي تم؟ طبعا المبعوث الدولي هو يحاول أن يعيد المشاورات بشكل يعني أننا نلتقي، لكن في أمور لا يمكن أن نتجاوزها أبدا. نحن نريد أن نخرج من هذه المشاورات باتفاق صحيح، لا نريد أن يعني نخدع أنفسنا ونخدع أبناء شعبنا ونقفز على أمور لا يمكن القفز عليها. يعني عندما نطالب ايضا يعني مثلا معسكر لواء العمالقه، معسكر لواء العمالقه نريد ان يكون له دور من اجل تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه. السيله هذه الميليشيات في هذا التوقيت بالذات يعني انها تريد ان تعرقل اي اتفاق في المستقبل. نعم، يعني هو في المقابل ايضا يعني في حال يعني لقيتم ضغوط من المجتمع الدولي او من الامم المتحده بمساله العوده بعد ان اتخذتم هذا القرار، كيف ستعاملون مع الامر؟ يعني هناك ايضا اذا ما تذكرنا في السابق كان المبعوث الاممي السابق لليمن يشرف على توقيع اتفاق السلم والشراكه الذي كان حينها، بينما كانت الميليشيا تقتحم المدن وصولا الى صنعاء، يعني انتم كيف ستتعاملون في حال يعني وجه اليكم ضغط من المجتمع الدولي او من الامم المتحده بالعوده؟ ولهذا كانت النتائج كارثيه عندما كانوا الناس يتغاضوا عن هذه الممارسات، وصلت هذه الميليشيات الى يعني كل المحافظات. نعم. لكن لو تم وضع حد لهذه الميليشيات والادانه تصرفاتهم قد ربما لا يكون تكون النتائج هكذا. احنا نحن نريد ان هناك عدد من الميليشيات دخلت هذا المعسكر. نريد ان نتاكد ان هذا السلاح لم يخرج من المعسكر وان السلاح لا زال بحوزه الجيش اليمني، وبالتالي اذا تاكدنا أنه هناك يعني أنه خرجت الميليشيات من المعسكر وأنه هناك تعهدات بعدم المساس بهذه الأسلحة، ساعتها يمكن أن نفكر أن نعود إلى المشاورات ونحن متأكدين أن هناك التزام من جانب الحوثي. لكن أن يمارس أن يرفعوا شعار السلام
وهم يمارسوا سلوك الحرب، هذا غير مقبول. أن يتحدثوا عن السلام، السلام يريد من يتحدث عن السلام لابد أن يتقدم في جانب السلام، أن يثبت حسن النية أنه يعني أهلا للسلام وأنه يصنع السلام. لا يمكن أن تتحدث عن السلام وأنت تصادر السلاح وأن تجمع السلاح وأن تقتل الناس. من يمارس هذا الفعل لا 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 يبدو أنه مستعد للسلام. نعم سيد عبد العزيز، يعني هناك أنباء عن أن الأمير الكويتي التقاكم كما قيل لتقريب وجهات النظر، ما الذي يعني بتقريب وجهات النظر في حين أن موقفكم واضح يتلخص بإيقاف ممارسات هذه الميليشيا؟ الكويت وأميرها وكثير من أخواننا وأشقائنا في مجلس التعاون الخليجي وكل دول العالم تريد أن يعني أن تكون هذه المشاورة ناجحة وأن يعود الأمن والاستقرار إلى اليمن. لا. الجهة الوحيدة التي لا تريد هذا هي يعني ميليشيات الحوثي ومن يتعاون معهم. لكن احنا علينا مسؤولية، لا يجب أن نخدع أنفسنا أننا نتجه في طريق السلام ونحن يعني نترك لهذه الميليشيات تعبث بهذا الشكل. معروف أن يعني لدينا مرجعيات، المرجعيات هي قرار مجلس الأمن 2216 وأيضا مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. أي حوار أو أي نقاش أو أي حديث يتعارض مع هذه المرجعيات لا يمكن القبول بها. إحنا عندما قدمنا رؤيتنا لسحب الأسلحة من عند هذه الميليشيات يعني نعني أنه لابد أن تكون الدولة هي المعنية بحق امتلاك السلاح وحق التصرف فيه. لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تكون هناك ميليشيات لديها أسلحة ثقيلة سواء كانت ميليشيات الحوثي أو غيرها. وبالتالي عندما نريد أن الدولة الضامنة للجميع التي تحمي الجميع بما فيهم الحوثيين، نحن نريد دولة تمتلك السلاح وتمتلك المؤسسات وتتعامل بالدستور والقانون والناس كلهم يعيشوا في كنف الدولة. هذه الميليشيات لا تريد إلا أن تكون دولة ميليشياوية، وهذا الكلام غير مقبول. أيضا في تصريح لرئيس وفد الميليشيا كان واضح في حديثه أن على أحد القنوات يتحدث عن استحالة تنفيذ الرؤية التي تقدمتم بها فيما يخص تسليم السلاح والانسحاب من المدن. كيف يمكن أن تستمر المفاوضات من خلال هذه التصريحات يعني الذي أكد فيها؟ لماذا الاستحالة؟ نحن قدمنا رؤيتنا بأن الجهة التي لها الحق باستلام الأسلحة هو الجيش اليمني، الجيش الذي يقاتل الآن بعض هذا الجيش يقاتل إلى جانب الميليشيات. ومع هذا لم نقول أن يعني أن نسلم إلى جهة غير الجيش اليمني. احنا رؤيتنا واضحة وروح الشمس، هذه الجهة هي الدولة والدولة تعني المؤسسات والمؤسسات تعني لا تعني الحكومة فقط بل تعني الجيش والأمن وكل الأجهزة الأمنية. وعندما نتحدث عن يعني عن دولة نتحدث عن دولة بمؤسساتها. نريد إعادة الدولة هذه التي ارتكبت الميليشيات الحوثية الجريمة الكبرى وقامت بهدم هذه الدولة وهدم هذه المؤسسات. نحن عندما نتحدث لا نتحدث عن أشخاص ولا نتحدث عن بزنا، نريد أن تعاد هذه الدولة ومؤسساتها، ولا يهمنا الأشخاص ولا يهمنا من يمثلها ولا الأشخاص. ونتحدث عن الدولة، الدولة الضامنة لحقوق الجميع، لا نتحدث عن دولة يعني دولة تخصنا وحدنا، دولة يعني من صميم عملها أنها تدافع عن حقوق اليمنيين جميعا. نعم، ولكن الرجل تحدث بشكل واضح، يعني على أي أساس ستستمر المفاوضات؟ يعني هو يرفض مسألة تسليم السلاح للدولة وكل ما تقدمتم به. من جهتنا يعني لن نغادر الكويت ونحن مستعدين أن يعني أن نتشاور وأن نجلس وأن لا نكون الجهة التي عرقلت مشاورة الكويت. نعم. وحتى يعرف العالم ويعرف أخواننا ويعرفوا من هي الجهة التي تبحث عن السلام وعن عودة الأمن والاستقرار إلى البلد، ومن الجهة التي تتحدث عن السلام لكن في الواقع هي تمارس أعمال غير عمل السلام، بالعكس تمارس أعمال حربية. نعم. من جهتنا نحن نبحث عن السلام وسنظل يعني نصبر ونصبر أيضا كثيرا حتى قد ربما يعني نصل إلى نتيجة ونتمناها، هي النتيجة التي يتمناها أبناء الشعب اليمني، أن تنسحب هذه الميليشيات وأن تنفذ قرار مجلس السلام 2216 وأن تعود مؤسسات الدولة إلى وضعها الطبيعي. أشكرك سيد عبد العزيز جباري عضو الفريق الحكومي في مفاوضات الكويت، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من القاهرة المحلل السياسي عبد الله إسماعيل. سيد عبد الله مساء الخير.
مساء النور اخي. اهلا سيد عبد الله السابق، وكنت في الكويت متابعا للاحداث والمفاوضات الجاريه هناك، ما تقييمك الخاص لمسيره هذه الجوله من المفاوضات والى اين تمضي برايك؟ انا في تصوري انها لن تختلف عن سابقاتها. انا يعني في تصوري الشخصي ان كل الجهود الان التي تنصب هو لبقاء المشاورات عدة أيام لا أكثر، يعني ليس هنالك أي نجاحات يمكن أن تتحقق. لا يمكن أن يكون هنالك أي اختراق باتجاه حلحلة الأمور. الوفدي الحوثي وصالح وفد الانقلابيين جاء إلى الكويت بنفس النفس الذي ذهب به إلى بييل وإلى جنيف، يراوغون، يحاولون الاستفادة من الوقت، يحاولون أن يكسبوا بالهدنة وبمراوغاتهم ما لم يكسبوه بالحرب. نعم. أعتقد أنه لولا الضغط على الأرض وهزيمتهم الحقيقية على الأرض لم يكونوا سيذهبوا إلى أي مكان، لكنهم يجدون في مثل هذه المشاورات يعني مجالا للتنفس، مجالا لإعادة يعني تموضعهم في محاولة لملمة صفوفهم. نعم. القضية بالنسبة لهم لا تتعدى أكثر من مماطلة، وأعتقد أن هذا الأمر يعني مأخوذ تماما، يعني تعليمات يعني الراعي الرسمي إيران تحدد لهم طرق التعامل مع أي مشاورات، ولدى إيران خبرة في هذا الموضوع في إطالة الوقت واكتساب الوقت لتحقيق نتائج يعني باسم السلام وباسم المشاورات والحوار والتفاوض. نعم، أيضا هو اليوم يعتبر اليوم الثاني لتعليق الوفد الحكومي مشاركته في المفاوضات، هل تعتقد أن هذه الخطوة ستصب في صالح إصلاح مسار المفاوضات أم أنها لم تأتي بأي جديد؟ بالتأكيد هذا موقف كان لابد أن يتخذه الموقف الموفد الرسمي. الحكومة اليمنية تتعامل يعني كدولة، لا تتعامل كعصابة. هي تؤكد بأكثر من موقف على أنها بالفعل يعني آتية إلى السلام، وهي رغم إدراكها على أن الطرف الآخر غير راغب في السلام وأنه جاء فقط لمجرد المراوغة والاستفادة من الوقت، لكنها أيضا تعطي للسلام فرصة، تعطي للجهود الدولية فرصة، وبالتالي كان الضغط الكبير الذي يعني تحلى به الحكومة ووفدها المفاوض، لكن أعتقد أنه في الأخير لا يصح إلا الصحيح. القضية هنا تجاوزت كل الأمور، أصبحت الأمور واضحة أعتقد حتى للمجتمع الدولي فيما يخص أن هؤلاء يمارسون أعمال الحرب وهم يضعون أيديهم بالسلام فوق الطاولة، لكن تحت الطاولة يطعنون ويغدرون ويحاولون الالتفاف على كل الاتفاقات. نعم. يعني الرؤيتين كانتا واضحتين، كان هنالك تباين كامل، والقضية عادت إلى المعادلة الصفرية على الإطلاق، ليس هنالك أي تقدم على الإطلاق، حتى أن الحوثيين وصالح انقلبوا على ما اتفقوا به مع الأمم المتحدة في بييل، وكأننا يعني في كل المشاورات سنبدأ من نقطة الصفر ونعود مرة أخرى لمناقشة الأمور الكبيرة. لكن أنا في رأيي أيضا أنه هذا الموقف القوي على في المشاورات لابد أن يقابله أيضا موقف على الأرض، لا يسكت عن أي خروقات، لابد من الرد على أي محاولات للحوثيين وصالح في استفادة من الوقت والاستفادة باتجاه تحقيق انتصارات في أي جبهة من الجبهات، وأن يكون الرد عنيفا بحيث أنه يكون يعني مضاعفا على أي تحرك، بحيث يعني يكون هناك توازن بين الجهدين. نعم، ولكن سيد عبد الله أيضا يعني لو استمعت إلى تصريح للناطق باسم وفد الميليشيا يعلن بشكل واضح ودائم أن تسليمهم للسلاح وانسحابهم من المدن أمر لا يمكن القبول به، ويشترط قبل ذلك المضي نحو الترتيبات السياسية. باعتقادك مثل هذا الموقف سيستمر أم أنه يعني نستطيع القول مجرد مناورة للحصول على تنازلات من الحكومة؟ ما دام هنالك رخاوة في أداء المبعوث الأممي والأمم المتحدة فإن هذه التصريحات ستكون يعني متتالية ومتوقعة، وستكون هنالك التصريحات أقوى منها. المبعوث الأممي للأسف الشديد لا يستطيع أو كأنه يحاول أن يعني يكون حياديا، بس حياد سلبي، يعني المفروض أن يكون هناك حيادا إيجابيا. الحياد الإيجابي أنه هو يضع النقاط التي يجب أن تتوفر في المشاورات، وعليه بوضوح أن يقول أن هنالك يعني خروج عن هذا المسار لمصلحة المشاورات، أن يعني أن يعلن نجاحات وتفاؤل
والرجل يصرح بجواره يعني في قريب منها يعني في الفندق المجاور، وهو يقول لم نأتي لتنفيذ القرار الأممي 22/16، لم نأتي لتسليم السلاح ولا الانسحاب. نعم. كان يجب أن يكون هنالك رد فعل من الأمم المتحدة، لكن أداء الأمم المتحدة يرسل رسائل سلبية يستفيد منها الحوثي وصالح. لو كان هنالك استمرار للقتال على الأرض لوصلوا إلى مرحلة الانكسار وذهبوا مستسلمين، لكنهم الآن يذهبون مراوغين يحاولون الاستفادة من الهدنة. لكن أعتقد أيضا أن أداء الوفد الحكومي استطاع أن يفضح هذه الممارسات وأن يوضح للعالم أن القضية بالنسبة لنا نحن بالسلام، وهؤلاء يعني يصرون على أن يستمروا حتى أنه موقف أيضا المبعوث الأممي وموقف بعض الدول حاولوا مسألة إقناع الوفد الحكومي على العودة، بينما لم يحاولوا البحث عن الأسباب وإلزام الطرف الآخر عن التوقف عن هذه الممارسات أو يعني العودة يعني أقلها إلى مسألة مسار المفاوضات بشكل صحيح. هذا صحيح، يعني حتى مؤتمرات الصحفية لوالد الشيخ كان يعترف بأن هنالك خروقات في تعز، لكنه لا يحدد من الذي اخترق من أدى هذه الخروقات. الناس تقتل في تعز وتموت كل يوم بسبب قذائف الحوثي وصالح، ولم يكن هنالك أي رد فعل. أعتقد أنه يعني هنالك مشكلة في فهم طبيعة الدور الأممي في الحالة اليمنية. الحالة اليمنية تمتلك مفاتيح الحل، هنالك قرار أممي يرسم خارطة الطريق يجب على الجميع أن يلتزموا بها. نعم. ويلزم الجميع. القرار الأممي 22/16 لا يستهدف الحوثيين وصالح فقط، ولكنه يعني يوجد يعني حلا لليمنيين تلزم جميع الأطراف، والذهاب إلى تنفيذه هو انتصار للجميع. لكن هؤلاء يعني ما دام بيدهم السلاح ولديهم قوة ولديهم دبابة، فأعتقد أنهم سيكونون يعني ليس لديهم مشكلة في أن يقتل آلاف آخرين من اليمنيين في ظل أو في سبيل أن يحققوا أهدافهم. وأهدافهم واضحة، هم يريدون السلطة ويريدون الشراكة بمفهومهم، ولا يريدون أي خير لهذا الشعب. نعم. السيد عبد الله إسماعيل تكرم بالبقاء معنا، سينضم إلينا الآن من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. أهلا بك سيد إبراهيم. بداية، البعض يرى أن تعليق الحكومة لمشاركتها في مشاورات الكويت تأخرت كثيرا، وأنه يجب عليها اتخاذ خطوات أكبر كالانسحاب بعد أن ثبت أنها مفاوضات عبثية لن تنتج حلا. هل تتفق أنت مع ما طرح؟ أنا بالنسبة لي شخصيا أتفق بالتعليق الذي يعني قامت به الحكومة. يجب أن نفرق هنا بين المواقف المسؤولة التي تقوم بها الحكومة الشرعية وبين مواقف الانقلابيين التي ليس لهم مواقف مسؤولة. هناك الحكومة اليمنية تتعامل كدولة وكحكومة شرعية مسؤولة عن الشعب وعن الأمن والسلم، باختلاف الميليشيات التي انقلبت على الحكومة وعلى الشعب اليمني باستخدام العنف والسلاح. هذا يجب أن يكون هناك تفريق في هذه المسألة. نعم. المسألة الثانية، أنا في اعتقادي أنه وفد الحكومة يجب أن يناور بالطريقة التي يناور بها ميليشيات الحوثي وصالح، لكن النقطة الأهم هنا يجب أن يكون هناك تحرك كما ذكر الأخ ضيفك الكريم على الأرض. أنا لا أفهم لماذا لا تحرر تعز، لماذا ينتظر العالم وتنتظر دول التحالف العربي وتنتظر الحكومة الشرعية ينتظروا من التنازل من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. يجب أن ندرك جميعا بأن هؤلاء يدركون تماما أن الحل الوحيد أيضا هناك التساؤل، يعني لماذا انتظرت سيد إبراهيم، يعني ولو قاطعتك، يعني هناك أيضا تساؤل لماذا انتظرت الحكومة حتى اليوم العاشر لإعلان تعليق مشاركتها والحديث عن ضرورة تنفيذ إجراءات حسن النوايا المتمثلة بإطلاق المعتقلين وغيرها من الخطوات؟ ما السبب الذي يجعلها تتحدث عن قضايا كهذه الآن؟ طبعا في هناك ضغوطات دولية أولا من أجل بقاء الحكومة كجهة مسؤولة عن نظام الحكم في اليمن، كجهة دولية رسمية يتعامل مع حال العالم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك ضغوطات لإيجاد حل سياسي في اليمن. باعتقاد الولايات المتحدة تضغط نحو المحاصصة، نحو حتى دخول صالح والحوثيين في جزء من الحكومة الجديد من غير المحاسبة ومن غير أي
أقل إدانة بالنسبة لهم. هناك دول لا ترى المسألة اليمنية من وجهة نظر الشارع اليمني، من وجهة نظر المتضرر اليمني، من وجهة نظر أصحاب الحارات التي تدمر من قبل الميليشيات الحوثية. بالنسبة لهم هذا الشأن سياسي ويجب أن يحل بالطريقة السياسية بغض النظر عن ما يجري على الأرض. لكن النقطة هنا ما هو موقف الشرعية والدول التحالف التي دخلت في حرب في اليمن؟ هل سينتظرون من محمد عبد السلام والمخلوع علي عبد الله صالح لتقديم حلول من أجل حل القضية اليمنية من أجل إيقاف الحرب؟ في اعتقادي هذا الخطأ الأكبر الذي ترتكبه الحكومة اليمنية وقوات التحالف. لماذا لا تتحرر المدن؟ يا أخي من وجهة نظر عقلانية، الحوثيين وصالح يدركون تماما بأنهم يأتون إلى طاولة الحوار ويركبون الطائرات العمانية والكويتية بسبب العنف الذي يتخذونه. لماذا سيتنازلون عن العنف والتوسع في المدن وقتل المدنيين طالما وهذا يجلب لهم يعني نوع من الحصول على مكاسب سياسية وسلطوية؟ يعني لا يعقل ان هؤلاء الميليشيات سيستسلمون عن طريق الحوار. هذا يا اخي اذا ربما الشمس اقرب من الوصول الى الحل او السلم مع هؤلاء الجماعات. نعم تكرم بالبقاء معنا سيد ابراهيم. نعود بسؤال سؤال اخير سيد عبد الله اسماعيل، يعني ضيفنا الاخر يؤكد ان المفاوضات هذه لن تحل او الازمه اليمنيه لن تحل عن طريق الحوار في ظل تعنت هذه الميليشيا. وهنا سؤال، يعني في اليوم العاشر لانطلاق جوله الكويت، هل نحن ازاء فشل ثالث لمفاوضات انهاء الازمه اليمنيه؟ أنا يعني توقعت ذلك منذ بداية قدوم الحوثيين وحتى مراوغتهم في القدوم إلى 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 الكويت، ثم عندما أعلنوا أنهم جاءوا لهدفين اثنين هو موضوع يعني إيقاف الطلعات الجوية، يعني بما يعني أنهم يريدون 48 ساعة فقط لإعادة تجميع قواتهم وربما الهجوم على كل المناطق التي حررت، والأمر الآخر إصرارهم على أن يفرغوا القرار الأممي من محتوى وأن يكون هنالك بحث أولا في الانتقال السياسي، وثم في الأخير هم قالوا أن القرار الأممي غير صالح للتطبيق. وهو المخروع أيضا قال في خطاب واضح أنه لا يعترف لا بالمرجعية المبادرة الخليجية ولا بمخرجات الحوار، والقرار الأممي أصبح من الماضي، وبالتالي هذا أمر كان واضحا، وهذا الخطاب كان متزامنا مع يعني مع اقتحام لواء العمالقه، متزامنا مع تصريحات للحوثيين، وهذا يؤكد كل هذه تؤكد على انهم ليسوا معنيين بموضوع السلام، ويجب ان يكون هنالك كما اننا بالفعل نتحرك كحكومه وليس كعصابه ونمد يدنا بالسلام، لكن ايضا لابد ان تكون ردود افعالنا على معنى انه السلاح على المعسكر كانت رساله موجهه من قبل الميليشيا. طبعا بالتأكيد، وخطاب المخلوع كان رسالة متزامنة مع ذلك. أقصد أنه كما يجب أن يكون هنالك لدينا عمل حكومي ويعني في المشاورات، يجب أن يكون أيضا لدينا يعني أيضا مسؤولية حول عدم ترك الجبهات دون ردود فعل حقيقية، وردود فعل ليست فقط يعني تقابل ما يخترقه الحوثيين، ولكن مضاعفة يعني حتى يكون هنالك رد فعل يعني حازم وحقيقي يلجم الحوثيين، لأنه في كل الأحوال من بداية المشاورات وهم يقصفون تعز ولا أحد يتحدث، يقصفون يحاولون في نهم ويقصفون في البيضاء وفي غيرها في المناطق. يجب أن يكون هنالك ردود فعل حقيقية مع تسجيل مواقف وأيضا رصد لكل هذه الخروقات بشكل واضح وابلاغ المجتمع الدولي بها. نعم، المحلل السياسي عبد الله اسماعيل كنت معنا من القاهره عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعود الى ضيفنا المحلل السياسي السيد ابراهيم القطيبي. سيد ابراهيم، هناك من يتحدث ان هذه الخطوه اتخذتها الميليشيا لاخذ المشاورات الى جهه اخرى بدلا من ان يبقى الحديث عن الضغط عليها للدخول في المفاوضات بشكل جدي. ينتقل الحديث إلى التراجع عن دخولها معسكر العمالقة والذي أصبح تحت سيطرتها الفعلية منذ زمن. كيف يبدو ذلك؟ كيف يبدو لك مثل هذا الطرح يعني؟
أنا في اعتقادي أنه لا يجب على الحكومة اليمنية أن تنسحب من الحوار، هذا ما يبحث عنه ميليشيا الحوثي وصالح من أجل أن تقول للعالم بأن هؤلاء لا يقبلون الحوار. وأيضا كما تعرف الحوثيين وصالح الآن أمام ضغوطات من أجل تنفيذ القرارات الدولية ومن أجل الدخول في حل سلمي، يودون يعني إبعاد الضغوط عنهم من خلال تفجير الوضع عن الأرض ومن خلال يعني الضغط على الحكومة من أجل الانسحاب لكي يسجلوا نوعا من النجاح. يجب على الحكومة أن تستمر. نحن ندرك تماما بأن الحوثيين وصالح ليس لديهم ما يقدمونه لأي حوار سلمي، وليس لديهم أي نية للدخول في أي شراكة أو 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 أو, أو سلم. فيجب، أنا من وجهة نظري، يجب على الحكومة أن تواصل عملها في الحوار. يجب أن تكون مصممة وقوية في كل ما يخدم الشعب اليمني وأن تقف. لكن سيد إبراهيم، يعني هذا الحوار الذي نتحدث عنه أو المشاورات هي جاءت لتنفيذ قرار أممي، بينما لا نكاد أن نرى موقف أممي جاد لإجبار هذه الميليشيا على تنفيذ ذلك القرار. كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ كما هناك عدة نقاط في هذا المسألة. أولا، يجب أن ندرك أن هناك قرار مجلس أمن دولي وهناك أمم متحدة، يختلفان الاثنان. بالنسبة للأمم المتحدة المسألة مسألة وساطة، يعني هم ليسوا جزء من المشكلة وإنما هما مجرد وسطاء، ويجب أن نتفهم ذلك الأمر. الأمم المتحدة لديها قرار مجلس الأمن لديه قرارا قويا في هذا الاتجاه، ويجب أن يبنى عليه. يعني يجب أن يتحرك الحكومة والتحالف العربي على الأرض من أجل حسم الموضوع بطرق أخرى. لا يجب أن نعول على الحوار كثيرا، لأنه الجميع يدرك أن هؤلاء الميليشيات، ميليشيات الصالح والحوثي، لا يدخلون ولا يدعون الحل، وليس لديهم أي مشروع لحل أي قضايا في اليمن. لديهم مشروع تسلطي توسعي بقوة السلاح والعنف. هناك كما ذكرت سابقا، أنه بالنسبة لبعض الدول القوية والدول العظمى، نعم، لديها مشاريع تسوية سياسية أن تبقى على مصالح لا يهمها مصالح الشعوب ولا يهمها مصالح تقدمها أو ما يدور داخل الشعوب، يهمها كيف أن تبقى على بعض جهات في واجهة السلطة من أجل مصالح تلك البلدان. نحن ما يجب، الحكومة الشرعية هم من يجب عليهم أن يقرروا ما هو الذي هو في صالح الشعب، وكيف يبنون أجندتهم واستراتيجيتهم بناء على ذلك التصور. يعني لا يجب أن نبقى محصورين في فنادق من أجل حلول سياسية تنهي حرب وتوصلنا إلى بر الأمان. الحوثيون لا يفهمون إلا لغة الحسم العسكري. نعم، وضحت الصورة سيد. حسم عسكري، نعم، وتقدم في الجبهات سنظل في نفس الدوامة والتي لا تخدم إلا الحوثي وصالح. نعم، أشكرك سيد إبراهيم القعطبي المحلل السياسي من نيويورك، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي عضو الفريق الحكومي المفاوض في الكويت السيد عبد العزيز جوباري، كما أشكر أيضا المحلل السياسي السيد عبد الله إسماعيل كان معنا من القاهرة، وأيضا الشكر للسيد إبراهيم القعطبي أيضا المحلل السياسي كان معنا من نيويورك، كما أشكر جميع طاقم العمل، وفي الإعداد الزميل كمال حيدرة، وأشكركم أنتم على كرم الإصغاء والمتابعة. حتى الملتقى، في أمان الله وحفظه.